الأخبار والرابعة، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، والبداية بالعناوين. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية رفقة وفد وزاري ببرج بور الريج للوقوف على حجم الأضرار والتكفل بعائلات ضحايا الحادث الأليم. مواصلة الاعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم إثر العملية النوعية للجيش الوطني الشعبي بولاية سكيكدا. إرهابي يدلي باعترافات حصرية حول تورطه في أعمال خطيرة مع الجماعات الإرهابية. وفي نفحة الشهر الفضيل، الزاوية البلقيدية الهبرية تفتح أبوابها لمجالس الذكر الحكيم والفكر المنير بعد غلق استثنائي فرضته الجائحة. دوليا، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يجد نفسه في عزلة بعد قراره الأحادي الجانب، والبرلمان يصوت في المقابل لصالح دعم القضية الصحراوية العادلة. أهلا بكم مجددا. بداية، وعلى إثر حادث انفجار الغاز بأحد المساكن بحي 5 جويلية بولاية برج بور الريج أمس، والذي خلف 10 وفيات، شيعت اليوم جثامين ضحايا الحادث الأليم ببرج بور الريج في جو جنائزي مهيب. هذا وتقدم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس بتعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وبتكليف من رئيس الجمهورية، تنقل اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية كمال بلجود إلى ولاية برج بور الريج رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو ووزير الصحة عبد الرحمن بنبوزيد للوقوف على حجم الأضرار التي نجمت عن انفجار الغاز ببرج بور الريج، حيث ارتفعت الحصيلة صبيحة اليوم إلى 10 وفيات و17 جريحا. وفي مستهل الزيارة، وقف وزير الداخلية رفقة الوفد الوزاري بمستشفى الأخضر بوزيدي على الوضعية الصحية للمصابين وظروف التكفل الطبي بهم، مؤكدا حرص الدولة على الوقوف إلى جانب عائلات الضحايا، وأن التحقيقات وحدها كفيلة بتحديد المسؤوليات. ولي المزيد، نربط الاتصال مع سعيد بلونيس الذي حضر مراسم التشييع. بالفعل للتو انتهت مراسم دفن ضحايا الانفجار العنيف الذي عرفته برج بور الريج في جو شعبي ورسمي مهيب، حيث حضر جمع غفير من مواطنين من صلاة الجنازة إلى غاية دفن الثوابيت التي كانت موشحة بالألوان الوطنية. كما يصدر إشارة على أنه تم التأكيد خلال هذه الزيارة على التكفل التام بجوانب مختلفة بهذه الحادثة، سيما ملف ضحايا ملف البنايات المتضررة وإفادة لجنة للوقوف على مدى صلاحيتها، كذلك ملف التعويضات والتحقيقات حول ملابسات هذا الانفجار، هي أهم، كذلك في إلى أهمية قصوى إلى المتابعة النفسية للضحايا عبر وحدات تابعة للقطاع بالولاية. إذن جملة من القضايا تم البت فيها اليوم خلال هذه الزيارة. شكرا لك سعيد بلونيس، كنت معنا مباشرة من ولاية برج بور الريج، ورحم الله الضحايا. وعلى العموم، تفاصيل أوفى حول الإجراءات المتخذة للتكفل بالضحايا تتابعونها في نشراتنا اللاحقة. على إثر عملية التمشيط النوعية التي قامت بها مفارز الجيش الوطني الشعبي بغابة واد الدوار قرب بلدية بن زيد دائرة القلب بولاية سكيكدا بالناحية العسكرية 5 في 16 مارس 2022، والتي تم فيها إلقاء القبض على 7 إرهابيين والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة اليوم 19 فبراير الفارط.
كما تم فيها استرجاع 8 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية معتبرة من الذخيرة وأغراض أخرى. أدى الإرهابيون الذين ألقي القبض عليهم في هذه العملية باعترافات حصرية تضمنت تفاصيل حول نشاطاتهم وأعمالهم الإجرامية منذ التحاقهم بالجماعات الإرهابية إلى غاية يوم توقيفهم. محمد اسم تاع حبل محمد المكنى الزرقاوي ابو عبيده تحت 29 مارس 2008 تاريخ زياد 9 مارس 1981 تزدربت عند شيف خرباش اسمه ابو اسامه خدم وسيله ماسوره تاعها وخدم على الرجيل تاعها تي جيت 43 طلقه حتى 50 طلقه بعد موراها بدات تزير الحاله تزير الحاله دير نقصوا قدها 15 فرد حكمنا ذاك الغار لقيناه مليح برك ضيق حنا كنا في 8 كنا في 7 واحد مجروح قلنا حرنا حنا كيفاش ندفنوا داخل الكازما تخاف ريحنا تخاف حاجه ما يبانش الضيق قلنا نخرجوا ما تشاورنا قلنا نزيدوا شويه العسكر مبوكلي خرج يدي اليسرى قلت له هيك السلاح ما عندي السلاح وما عنديش قنبله سخرش يدي ضيقه شويه خرجت على نسحب على ظهري. بعد غلق استثنائي فرضته الجائحة ها هي مجالس زهراء بزاوية البلقايدية الهبرية تتعطر بروحانية القرآن الحكيم والسيرة النبوية ومناقب أهل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي وخلال مشاركته في ندوة المجالس نوه بالدور الهام الذي تقوم به المساجد خلال الشهر المبارك من خلال حلقة الذكر والفكر مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية. هذه مساجد الجزائر العامرة بالقرآن الكريم بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى بصلاة التراويح يؤم مساجدنا من آمن بالله واليوم الآخر. مساجدنا عامرة أيضا بحلقات الذكر وجلسات الفكر الدروس بعد التخفيف الذي شهدته كل الجزائر تخفيف بروتوكول صحي بحمد الله سبحانه وتعالى مع الحذر الذي دعونا إليه. ونقول بوجه مختصر إن هذه المجالس المباركة مجالس الزهراء التي تعقدها الزاوية البلقائدية الهبرية في وهران على العموم قد حلت في هذا اليوم المبارك بالجزائر العاصمة لتكون إن شاء الله تعالى ضيفة عزيزة على أهل الجزائر المحروسة ويشيع منها إن شاء الله نور سادتنا أهل البيت وسادتنا الصحابة الكرام وهو المقصد العام من عقد هذه المجالس. ونبقى في نفحات الشهر الفضيل ونقف في النشرة عند سراج الأمة الإسلامية المنير كتاب الله القرآن الكريم يتشرف بحفظه وتلاوته وتجويده حفظة مثابرون يتنافسون في مسابقة الشيخ أحمد سحنون بالعاصمة. المزيد مع ملك زجولي. حفظت القرآن لحثي والدي على ذلك. القرآن هو منهج الحياة، يعني لو كان ما يكونش قرآن في حياتهم يكونوا يعني راح يضيعوا. هي رسالة من أحباب الله من حفظة القرآن للظفر بخير المناهج في العلم والتربية وخير زاد عبر الأزمان في مسابقة الشيخ أحمد سحنون، وعملا بتعاليم خير الآنام في هذه الطبعة وفي هذا الشهر الفضيل منذ 16 عام. أفضل ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال قراءة القرآن أئمة القياس. والحمد لله الآن راهي في الدورة 16. عدد المسجلين في هذه المسابقة لهذه السنة يفوق 400 متسابق. والمسابقة لها فرعان، فرع الحفظ وفرع التجويد. الحفظ في كل القرآن ونصف القرآن وربع القرآن، والتجويد طبعا يهتم بالأحكام وبالصوت. هي التصفيات الأولى على أن يكرم الفائزون في ليلة 27 من رمضان، فما تقييم لجنة التحكيم في هذا الدور؟ تلقى يعني أمك وابنتك تشارك، يعني كأنه يعني صغيرات يعني يحفزوا أنه إن شاء الله مستقبل جميل ومشرق بحول أبناء الجيل الصاعد. اعتناء بكتاب الله عز وجل له دور كبير وله اهتمام واسع لدى شبابنا ولدى فتياننا وبناتنا جيل المستقبل، حتى يستقيم الحال وينتج لنا من وراء هذا المجتمع الفاضل. بالوسطية والاعتدال
والحرص على تحفيظ القرآن يكون الدين الإسلامي في هذا البلد في أمان. في موضوع آخر وإلى ولاية بشار الآن، حيث تتباين آراء المواطن حول الأسعار والوفرة في المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل. يقول عبد النور هامل: هنا بالسوق المغطاة بوسط ولاية بشار، كاميرا التلفزيون تنقلت بين الباعة والزبائن لرصد أسعار الخضر والفواكه والمواد ذات الاستهلاك الواسع، فكانت الآراء متباينة. أسعار هذا العام ثاني راها مليحة، زعما سيرتو خاصة عندنا هنايا مقارنة بالعام اللي فات، يعني الأسعار شوية اللي لاحظوا باللي انخفض شوية، والكونتيتي كاين والجودة كاينة، الجودة متوفرة بالنسبة لكل الفواكه والخضر، فالنوعية الحمد لله الجودة متوفرة، لكن الإشكال الارتفاع الجنوني اللي راه خاص بالخضر والفواكه. اختلاف أسعار الخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء لم يمنع العائلات البشارية من اقتناء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل. المواطن الجزائري ينجم يفوت شهر رمضان الكريم هذا في أريحية، بالنسبة وإن كان الناس تقول القدرة الشرائية، ولكن من ناحية احنا نلاحظوا في الأسواق وفي الآخر احنا نقول الأسعار راها مليحة بالنسبة للعام اللي فات. نشوف نوعا ما استقرار في المواد، كذلك وفرة، هذا الشيء اللي ربما لاحظها المواطن، هناك وفرة وهناك منتجات يعني حسب القدرة الشرائية للمواطن. نشوفوا الأسعار هتختلف من أسعار يعني مرتفعة متوسطة ومنخفضة. ويبقى ترشيد الاستهلاك الغذائي الحل الأمثل للمحافظة على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن خاصة في هذا الشهر الكريم. ومن ضمن مساعي مضاعفة الإنتاج الفلاحي وتنويعه للحد من المضاربة في الأسعار، استفاد المحيط الفلاحي بالمنيعة من مشاريع هامة في إطار الدعم والمرافقة وربط ما يربو عن 400 مستثمرة فلاحية ربطها بالكهرباء الفلاحية. المزيد في هذا الربورتاج لخالد بنغرينا. في خطوة من شأنها الحد من الخسائر والرفع من قدرة الإنتاج وتشجيع الاستثمار الفلاحي، تم بولاية المنيعة ربط مستثمرات فلاحية بالكهرباء، والتي كانت أحد أهم انشغالات ومطالب فلاحي المنطقة، منهيا بذلك معاناة طويلة طالما أرقتهم وأثقلت كاهلهم. كنا نعانوا في شحال سنة من المازوت والجروبات هذه تاع تريسيتي، والحمد لله اليوم نهار طلع علينا نهار جديد، الحمد لله يا ربي كي جاتنا تريسيتي. كي جاتنا تريسيتي إن شاء الله الانطلاقة الأولى ب 140 قطار حبوب، عندنا الأغنام، عندنا الحمد لله كل خير، لكن إن شاء الله هذا ورانا شفنا النور، اليوم شفنا النور، اليوم ما نكذبش عليك كأنه مولود تولد عندنا جديد. وكشريحة أولية تم التكفل بأزيد من 396 مستثمرة فلاحية تشمل كل الزراعات الاستراتيجية والمهمة في قطاع الفلاحة. العملية متواصلة هذه كشريحة أولى، فيها 396 مستثمرة اللي تمس إن شاء الله أكثر من 400 كيلومتر طولي، وكذلك عندنا مرحلة ثانية كذلك راح نتكفلوا بمستثمرات أخرى يعني للاحتياجات تاعنا اللي تفوق 1700 كيلومتر طولي اللي تمس 750 مستثمرة فلاحية تشمل كل الزراعات الاستراتيجية والمهمة في الميدان الفلاحي. في انتظار استكمال التغطية الشاملة لإنهاء معاناة الفلاحين، يبقى خيار ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء أحد أهم الخيارات الاستراتيجية الداعمة لزيادة الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي. في إطار تثمين النفايات القابلة للرسكلة، أطلق أمس من البوليدة مشروع تحسين الخدمة العمومية في مجال تسير القمامة المنزلية، وهذا من خلال توفير حاويات بسعة تزيد عن 700 لتر على مستوى الأحياء النموذجية والشوارع الرئيسية والساحات العمومية. المزيد مع وهيبة هوا. إعطاء الدولة الأهمية للاستثمار الصناعي لم ينسيها الالتزام الكلي بقواعد الحفاظ على البيئة، وهذا كله من الداخل في إطار حماية البيئة، حتى يكون حتى تكون المياه تاعنا ما تترمش في الطبيعة، نصفيوها باش نحافظوا شويه على البيئة، يعني كما يقولوا هذه البيئة نسالوا فيها كامل، هذه البيئة هذه راح نخليوها ورث لاولادنا ولاولاد اولادنا. افضل طريقة
من أجل المحافظة على المراكز التقنية والمحافظة على البيئة هي عن طريق استرجاع وتثمين النفايات اللي تم عبر عدة طرق، يا إما مباشرة في لي سونتر دونفيسمون تكنيك اللي هي مراكز الردم التقني، إما عن طريق الطرق الحضارية وهي عن طريق مراكز الردم مراكز الفرز كما عندنا مركز فرز في السمعة، وإما بالفرز والانتقاء المباشر في مراكز الفرز. ومن النقاط المهمة في الحفاظ على البيئة بالبليدة مركز الردم التقني بابن مراد عمل دؤوب على رسكلة النفايات وتثمينها ضمن استراتيجية الدولة. المؤسسة المصنفة التي استفادت من رفع العراقيل تطبيقا لتوجيهات وتعليمات السيد رئيس الجمهورية والذي دخل حيز التنفيذ، والذي نؤكد على نقطة مهمة بالإضافة إلى نشاطته المعتادة أنه يقوم برسكلة أو تدوير النفايات. التزام الصناعيين بمعايير المطابقة لحماية البيئة ووعي المواطن كفيل بضمان بيئة نظيفة ومحيط صحي وسليم. انتقلت إلى رحمة الله اليوم زميلة الصحفية روزا مسيس الفقيدة من مواليد سنة 1970، وعملت بصحيفة الشعب، ثم التحقت إلى المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري في التسعينيات في قسم الروبورتاج محققة محررة، بعدها التحقت بقسم البرامج الخاصة. وبهذا المصاب الجلال يتقدم المدير العام للتلفزيون الجزائري شعبان لوناكال بتعازيه الخالصة لعائلة وأصدقاء الفقيدة، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يسكنها فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون. والآن مشاهدينا إلى موعد الأخبار الدولية في تقديمها زميلة سهيلة الحوسنية. أهلا بك سهيلة. إليك. أهلا بك رشيد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الموعد الدولي، نلتقي بعد الفاصل. بداية، صادق أمس البرلمان الإسباني على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منددة بتغيير الأحادي الجانب وغير القانوني في موقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بخصوص قضية الصحراء الغربية. المزيد في تقرير حفيظة عبد الصدوق. داخل قبة مجلس النواب الإسباني تلقى سانشيز ضربة موجعة بالمصادقة على لائحة تندد بموقف الحكومة أحادي الجانب الذي صب في صالح الاحتلال المغربي، ضاربا مصير الشعب الصحراوي وقرارات الأمم المتحدة عرض الحائط. وانتقدت جميع الأحزاب السياسية في البرلمان موقف سانشيز وحزبه الاشتراكي، واصفين إياه بالخيانة للشعب الصحراوي وتناقضا مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي دون العودة إلى البرلمان. ودعا البرلمانيون في اللائحة المصادق عليها إلى تصحيح الموقف الإسباني، مع التأكيد على قرارات الأمم المتحدة الداعمة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. ويأتي هذا التصويت البرلماني ليزيد من تضييق الخناق على سانشيز وعزله أكثر، وهو الذي يعاني أصلا من عزلة تامة في البرلمان واحتقان الشارع الإسباني الذي خرج مرارا وتكرارا رفضا لموقف الحكومة الإسبانية الجديد. هي إذن صفعة جديدة قد تخلط أوراق سانشيز وحكومته، والتي تمر بمرحلة عصيبة فقدت فيها البوصلة وفشلت فشلا ذريعا في كسب ثقة البرلمان والشارع الإسباني الساخط ضد قراره أحادي الجانب الذي تخلى فيه عن التزامات بلاده التاريخية إزاء القضية الصحراوية العادلة ووقوفه إلى جانب المحتل الغاصب في خيانة وسقطة تاريخية غير مسبوقة. أكد ممثل جبهة البوليساريو في الأندلس محمد زروك أن تصويت البرلمان الإسباني على لائحة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتندد بموقف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هو انتصار للشرعية الدولية وهزيمة للأنظمة الاستعمارية.
وأشاد زروك بموقف البرلمان الإسباني الداعم لحقوق الشعب الصحراوي الذي يشكل دعما أخلاقيا ومعنويا لمقاومته في المدن المحتلة وفي الجبهات الأمامية للقتال. في فلسطين المحتلة استشهد فلسطيني ليلة أمس وأصيب 5 آخرون فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وسط استمرار الاقتحامات الاستفزازية من طرف الصهاينة لباحات المسجد الأقصى. المزيد في تقرير صالح قاسي. شهيد فلسطيني آخر سقط اليوم برصاص قوة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة يافا بحجة ضلوعه في الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين، لتجد في ذلك إدارة الاحتلال الإسرائيلي الفرصة سانحة لإعطاء الحرية المطلقة لقواتها للتحرك ضد الفلسطينيين العزل. هذا فيما أصيب 3 فلسطينيين آخرين بالرصاص الحي إثر اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضفة الغربية، كما عززت قوات الاحتلال الإسرائيلي من قواتها العسكرية في محيط جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على أراضي الفلسطينيين شمال طول كرم وجنوبها وغربها، كما منعت العمال من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الأراضي المحتلة عام 1948. قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضت أيضا منح 35% من مرضى قطاع غزة تصاريح لعلاجهم بالخارج حسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية، التي أكدت أن المرضى الفلسطينيين يواجهون صعوبات كثيرة لتلقي الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن تأخر الرعاية الطبية يكلف الأرواح ويؤثر على صحة المرضى الفلسطينيين وعائلاتهم. في الملف الأوكراني، كذبت موسكو وقوفها وراء الهجوم بالصواريخ على محطة السكة الحديدية بكراماتورسك بإقليم دونباس الذي خلف عشرات القتلى والجرحى، منددة في الوقت ذاته باستفزازات كييف في تلفيق الأكاذيب ضد موسكو، مستدلة بنوعية الصواريخ المستخدمة في الهجوم والتي لا تستعمل إلا من طرف أوكرانيا. يحدث هذا ساعات فقط بعد قرار موسكو إنهاء عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتعليق عضويتها فيه من قبل الجمعية العامة التابعة لذات الهيئة. بلغت أسعار المواد الغذائية في العالم أعلى مستوى لها شهر مارس الفارط بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية التي سببت صدمة في أسواق الحبوب والزيوت حسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو. لتسجل أسعار الحبوب ارتفاعا قدر بأكثر من 17% مقارنة بأسعار فيفري الماضي، فيما قفزت أسعار الزيوت إلى أكثر من 23%. وبهذا نصل إلى ختام أخبارنا الدولية. شكرا لكم على المتابعة. عودة إليك زميلي رشيد. شكرا لك سهيلة، تقبل الله صيامك. بهذا أو في الرياضة، فاز المنتخب الوطني للمحليين، المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين سهرة أمس أمام نظيره الطوغولي في لقاء ودي بنتيجة هدف دون رد بملعب مصطفى التشاكير بالبوليدة، وهذا في إطار التحضير للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم الخاصة باللاعبين المحليين والتي تحتضنها الجزائر شهر جانفي من السنة المقبلة. ونختم مشاهدينا بإبداعات من تراثنا المادي الأصيل، تحف يتألق في عرضها اعتبارا من ليلة أمس قرابة 40 حرفيا بقصر الثقافة مفدي زكريا. المزيد مع ودى زرتو. بمواد بسيطة يحرص هؤلاء الحرفيون والحرفيات على التفاني في إظهار هذا الموروث الثقافي بأبهى حلة إنها الحرف التقليدية. الزربية الغرداوية هو في الحق معروف عالميا، بس كل
يسمى الصنعة هذه موجودة في كل بيت، في كل بيت تلقي آلة نسيج وينسجوا الزربية. هذا مصنوع بالصوف الحرة. فوالا كاين حوايج عصرية وكاين حوايج تقليدية. حبيت نقدم الدومة بالأزياء التقليدية اللي عندنا باش نبرز بها الهوية تاع التراث تاعنا، يعني نبريزونتي الهوية الجزائرية. هذا التراث تاعنا متوارث عندنا من الأجداد تاعنا يعني منذ القدم، ولازم احنا نحافظوا عليه. لفن الخط العربي مكانة كبيرة لدى الخطاطين، خاصة أن هذا الفن له جذور تاريخية إسلامية تعبر عن هويتنا الدينية. فن الخط العربي يختلف عن باقي الفنون من خلال النصوص التي يحملها والمعاني. كل الفنون يمكن أن تكون فيها إيجابيا أو سلبيا، إلا فن الخط العربي لا يمكن إلا أن تكون إيجابيا، أن تكتب شيئا يعود على الناظر برد فعل إيجابي في المجتمع. ما شاء الله أنا نشوف دي طابلو الله يبارك تاع فنانين كبار وفنانين راهم في طريق في نفس الطريق. ما شاء الله صافي فريمون بليزير اللي نشوفوا دي جون اللي مازالهم شايدين في الأصالة العربية، في الخط العربي، في لغة القرآن سورتو في هذا الشهر شهر القرآن. وتبقى الحرف التقليدية والخط العربي والزخرفة وجهة ثقافية وفنية تعكس ثراء وتنوع الثقافة الجزائرية ذات البعد الإسلامي. لم يبقى مشاهدينا إلا أن نذكر بالعناوين. بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وزير الداخلية والجماعات المحلية رفقة وفد وزاري ببرج بوريريج للوقوف على حجم الأضرار والتكفل بعائلات ضحايا الحادث الأليم. مواصلة الاعترافات الإرهابيين المقبوض عليهم إثر العملية النوعية للجيش الوطني الشعبي بولاية سكيكدا. إرهابي يدلي باعترافات حصرية حول تورطه في أعمال خطيرة مع الجماعات الإرهابية. وفي نبحات الشهر الفضيل تابعنا الزاوية البلقيدية الهبرية تفتح أبوابها لمجالس ذكر الحكيم والفكر المنير بعد غلق استثنائي فرضته الجائحة. وفي أخبارنا الدولية، رئيس الوزراء بيدرو سانشيز يجد نفسه في عزلة بعد قراره الأحادي الجانب والبرلمان يصوت في المقابل لصالح دعم القضية الصحراوية العادلة. نشرتنا تمت مشاهدينا، سحب طوركم والسلام عليكم.